نكمل. ماشي، هو طبعا واضح ان الجزء ده هو نفس الجزء اللي على اليمين. ناخد الجزء اللي على اليمين ده نقول له ايه جروب اوبن الاول، وناخد الجزء ده اهو وبشيفت ناخد منه نسخة انستنت، اكيد الاتنين يكونوا زي بعض. اسحبه يمين، خلاص احنا يعني هنتجاهل ده كده، اكس انتر، خلاص هنعتبر دي ستريت خالص مستقيمة. ماشي، الاجزاء دي داخلة لجوه والجزء ده بارز لبره. ممكن نريح نفسنا خالص وناخد من ده كده ايه كوبي، كنترول سي كنترول ان، ملف جديد، كنترول في، وبعدين نعمل لاين، وبعدين نعمل اتش انتر، ناخد ده معانا وناخد ده معانا. والله الموضوع يعني مش مستاهل. ماشي، ناخد ده معانا كلوز، ناخد ده وده، ننزل بيهم فوق تحت، وبعدين ناخد ده بس، والظاهر انا مكرر التعشيق. ماشي، ناخد ده ونقول له ريكريت باوندري، وبعدين نعلم على التحشير ونحذفه، وبعدين نعمل ريكتانجل ار اي سي لكن بلون مختلف، يبقى دي كده البلكونة بتاعتي. خلاص ناخد ده مالوش لازمة، كنترول اس، نسمي ده اس اس مثلا، ونيجي هنا في الماكس اعمل فايل امبورت استيراد، لا مش الملف الفيجن، استيراد واستورد اس اس بنفس الشروط القديمة، واقف هنا اقول له تي للتوب وزد للزوم، اهو دخل عندي هنا اهو، جايبينه هنا كده ونلفه 90 درجة وبرسبكتيف زوم، ناخد الشكل ده نطلع بيه لفوق شوية ونخش بيه لجوه شوية. ماشي، انا حاسس ان هو مقاسه صغير وانا حاسس ان دي عالية قوي، الت تيب. كنترول تيب جوه الاوتوكاد، خلاص انا عندي هنا غلطة ان الجزء ده كورنيشة معدية فوق منه مش عالي قوي. نرجع للماكس، ده عالي جدا كده شكله مش منطقي. ناخد مستوى النقط، ناخد حبة النقط اللي فوق دول وننزل بالشكل اللي تحت شوية، كده مثلا، وبعدين ناخد الوش ده وننزل بيه لتحت الكورنيشة. ايوه انا كده تحت الكورنيشة، خلاص. وبعدين ناخد الوش ده وده وده وننزل بيهم لتحت كمان، مش قوي كده، وده 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 وده. طب ما انا اقول لكم على حاجة حلوة، ماشي ماشي، وننزل لتحت كده كمان. خلاص انا دلوقتي بقى عايز الكورنيشة دي تاخد اللفة دي كده، وجاي على قطاع بالشكل ده، الت كيو تي للتوب زد للزوم، الت كيو تاني بي للمنظور، اختار انا السور بتاع البلكونة والجزء ده الت كيو تي للتوب زد للزوم، ناخد الشكل دوت واقول له وريني اطلعه. ماشي، ادي ضلع اهو، نعمل له ايه ديفايد، وبعدين ناخد ده نعمل له ديفايد كده تمام. ناخد بعد كده الضلع ده ونقول له خليه لي لاين، خط عادي مش كيرف، وبعدين ناخد النقطة دي نقول له سناب 2.5، وناخد الضلع ده نقول له ديفايد، وناخد النقطة دي نقول له هاتها لي هنا. ماشي، والنقط دي كلها كده خليها لي كورنر، والنقطة دي هاتها لي هنا بيل المنظور زد للزوم. ماشي، ونقول له طب شغل السويب كده، المقطع ابتدى يلف حوالين الجزء بتاعي، الت كيو
خلاص ممكن نخليه يلف كمان من الناحية التانية، يلف شمال Alt Q T للتوب زد للزوم. ناخد الأضلاع، ناخد الضلع ده نقوله ديفايد، وناخد النقطة دي نوديها هنا اهو، والنقطة دي نجيبها هنا اهو، بي للمنظور زد للزوم، Alt Q. متهيألي كده الوضع اتظبط ماشي. زي ما عملنا يمين هنعمل شمال. ماشي Alt Q تيل التوب سد للزوم، نعلم على الشكل ده، نقول له وريني اضلاعك. طب وريني نقطك الاول، وناخد النقطة ده هنا، وناخد الضلع ده اهو نقول له ديفايد، وبعدين ديفايد، ونقول له النقط دي كلها نقط كورنر، نقط فيها انكسار. ناخد ده هنا وده هنا وده هنا، سناب، نقف السناب وناخد النقطة دي لفوق كده، وبعدين تلاتة نعمل ترم. ادي الترم، نشيل دي ودي مش عايز يتشال، مش فاهمها كويس. ممكن ناخد النقطة دي، اسف، ناخد النقطة دي ونحركها هنا كده، ناخد النقطة دي ونعمل لها ديليت. ماشي برسبكتيف زوم، هو هنا الشكل عدى على بعضه بس مش هيبان، عدى على بعضه بس مش هيبان. ولسه اصلا القوس ده هنشيله خلاص، Alt Q. بعدين عندي كده، ايوه كده الشكل تقريبا مظبوط. هعمل ايه؟ طيب ناخد ده نعمل بيه اكسترود، اكسترود مثلا مثلا 25 سنتي، نزقه لجوه شوية. طيب ناخد ده معانا Alt Q، ناخد ده بقى كده، انا عايز استبدل الجزء اللي انا جايبه بالكات بي لانه ادق. اسف، سناب 3D ماشي، ده كده ملوش لازمة، ديليت. ناخد ده زوم Alt Q ماشي. نعمل ايه تاني؟ ناخد الكورنيشة دي ونقول لو سمحت وريني النقط، واخد النقطة دي اعمل لها ديليت، والنقطة دي اعمل لها ديليت، واخد النقطة دي من غير سناب نزقها لجوه كده، واخد النقطتين دول اعمل لهم ديليت، واخد دي كده احداثيتها في الاكس كوبي واديها لدي، بيست انتر، نشغل سناب ماشي كده. الوضع ايه بقى؟ افضل. خلاص ناخد احنا الكورنيشة دي برضو فيها تعديلات، ناخد النقطة دي كده نجيبها كده شوية، ناخد النقطة دي نعمل لها ديليت، ناخد النقطة دي نطلعها لقدام، ناخد النقط دي كلها نقول كليك يمين، النقط دي كلها كورنر،